حاليا قاعد بتهاجم هجوم مش طبيعي من السوشيال ميديا. هل عن جد في صداقة على السوشيال ميديا أم هي فقط نفاق ومصالح؟ ناس كثير من المشاهير بتحكي إنه اللايفات فيك. تعال لورنس. مين سبب نجاحك؟ لورنس المنسي أم ناجي القاضي؟ قسما بالله ما يتكنس الماء بالمحل. قبل لا تشاهدوا الحلقة لا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب. بشخصيته العفوية والكوميدية أبدع ضيفنا في صناعة البسمة والضحكة على وجوه الناس، وكونه شخصية عفوية واللي بقلبه على لسانه دائماً بجيب العيد بفيديوهاته. حيكون معنا حسن الجملة، بس قبل ما نلتقي فيه خلينا نتعرف على خبريته الحلوة من مجلة Good News. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج جود نيوز، واهلا وسهلا بضيفنا حسن. كيفك؟ تمام الحمد لله. شو الاخبار؟ الحمد لله رب العالمين. يعني بمك. حسن صاحب المحتوى الكوميدي اللي كل شيء بتنزله بيسعد العالم حولك. شكرا. حاليا كانه عم نشوفك انه انت زعلان، متضايق من شيء، مختفي عن الساحه. والله شو اللي عم يصير؟ بصراحه يعني حاليا قاعد بتهاجم هجوم مش طبيعي من السوشيال ميديا. تمام. بسبب شو؟ بسبب طلعت قبل فترة على ستيج على حفلة. تمام. فبالحفلة هاي طلعت أنا ما كان يعني بقصدي إنه إشي، بس وصلت الحفلة على الساعة 9:30. تمام. كان في كثير مشاكل، فهمت علي، في الحفلة. طلعت أنا على ستيج والله أرقص، فكان تقريبا 1000 الحفلة، 1000 شخص، والألف كان كثير مبسوطين. ما كان غير مش مبسوط بجوز 15-16 واحد. تمام. 15-16 واحد هذول منا وفينا يعني من السوشيال ميديا. بس شو بدي اقول لك شغله صغيره، في نوعين من اللي بحبك. نوع بحبك ونوع بمسكك كيف ويقول لك بحبك، فهمت علي؟ يعني بهاجمك بس بحبك، فهمت علي؟ حب كذاب. حب كذاب، ايوه. فاللي شفته انا من اصحابي انه حب كذاب، فهمت علي؟ يعني هسه شوفي اوضح لك اياها، ابسطها لك. هسا اجي انا امسك الكاميرا وافتح هيك اصور، اقول والله يسعد دينها من مذيعه، عن جد انا مذيعه نواره. تمام. او اجي اقول شو المذيعه شو بتعمل قاعده، نكون احنا اصحاب انو احسن. اكيد الثانيه. شو اللي صار معك؟ اللي صار معي طلعت انا رقصت على ستيج، فهمت علي؟ حدا طلب منك تطلع وانت طلعت لحالك؟ لحالي والله. طيب ولا حدا قال لي، طلعت انا قلت لهم بدي اطلع افيع دقيقة، اطلع افيع دقيقة. قال لي روح اطلع يا زلمة، ما قصرش معي صاحب الحفلة. طلعت انا ورقصت عادي جدا. تمام. بس لا عندنا هون، لا على فكرة رقص عادي والله. تعرضت لهجوم؟ شو اللي صار؟ تعرضت لهجوم من 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 كانوا الاقرب الناس الي. تمام. هم اللي صوروا ونشروا بصورة يعني مش طبيعية. حاليا الفيديوهات نازلة كلها فيسبوك ونازلة تيك توك. الجمهور قاعد بيهاجمني هجوم مش طبيعي. نزلت نزول مش طبيعي تقريبا، يعني بنفس اليوم اللي هو نزل فيه الفيديو نزلت 3000 فلو. 3000 بيوم واحد؟ بيوم يعني بيوم نمت صحيت اقل من يوم. بسبب نشر مشاهير السوشيال ميديا. نعم نعم. لهذا الفيديو بس بطريقه سلبيه. نعم بالضبط. غير هيك تضررت كثير، ناس كثير بتهاجمني وناس كثير بظهري. فهمت علي؟ يعني نص بنص خلينا نقول، فهمت علي؟ بس هسا لما يكون عندك انت 500,000، تمام، او عندك 100، اقول لك 5000 فلو. تمام. وال 5000 فعالين فعليا. لما 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 يشوفوا عندك ستوري 5000 يشوفوه، معناته انت يعني كيف بدي اقول لك، وصلت اللي صار للناس اللي عندك، بس وصلت لهم اياه بصوره ثانيه. هذا كل هالاشخاص المشاهير وصلوا بطريقه سلبيه. وصلوا بالضبط. ما في غير شخص واحد او شخصين اللي صوروا وصلونه بصوره منيحه. مين هن؟ سمعة العنبتاوي. اوكي. و...
وأيمن الكفاح، هذول الاثنين صوروا عادي بصراحة. والبقية صوروا عادي محبية يعني، مبسوطين، مبسوطين لي وعادي، مبسوطين معي، فهمت علي؟ هم مبسوطين معي، أنا مبسوط. فرحوا لفرحك بالضبط. بس في ناس قلبوا هذا الشيء استهزاء. استهزاء بالضبط، وإنه أنت طفيت حالك، وإنه أنت وأنت 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 شلوا أملي. طب حسن، طلعت ووضحت هذا الشيء بالسوشيال ميديا؟ بصراحة طلعت على ستوريات، قلت أنا طلعت على ستوريات أوصل رسالة للي صوروني بصورة غلط. شوفي دحكي لي شغله زينه، هدول الناس، هدول الناس اللي صوروني كانوا قبل فتره قسما بالله ما يتكنسوا من باب المحل، قسما بالله يشهد علي ربي من باب المطعم ما يتكنسوا. ليه؟ لانه انا كنت عامل بوم هيك، فهمت علي؟ فساعدتهم، وقفت معهم مش مره، بدل المره 10 مليون 20 قسما بالله. فحاليا هم انا اختصرت شوي، او انا مش اختصرت، انا هديت، انشغلت شوي عن السوشيال ميديا، هديت شوي، فكروني طفيت. لا الحمد لله 400 مشاهداتي ممتازه، الحمد لله، بس الحمد لله، الحمد لله. شمتوا فيك بعد ما نزلت هذا النزول؟ كيفوا على هذا الشيء؟ واقول لك شغله، هسه في مثل بقول لك، ماذا لو عاد معتذرا، لو عاد معتذرا انا سوف اثبت على وجهه، ما راح اقبل. اخذت موقف خلص. خلص والله موقف اخذت موقف يعني. طيب حسن، انت ذكرت مطعم، حاليا انت تشتغل بالمطعم؟ انا والله بصراحه بشتغل بمطعم، بس حاليا وقفت شوي لانه بصراحه صفى في تحدي بيني وبين السوشيال ميديا، يعني صار في تحدي. هل هداك الموضوع اثر عليك على تركك الشغل؟ اثر على رزقتي والله بصراحه، اثر على رزقتي من السوشيال ميديا ولا من المطعم؟ ما تقدر تدعم. لا 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 بصراحه المطعم، شوف بدي احكي لك شغله، المطعم اعتبار لي، فهمت علي؟ بس انا بدي ابعد عن المطعم شوي، بدي اشتغل حالي. طيب هلا شو عم تخطط تعمل اشياء؟ بخطط بصراحه اطلع اصور، اطلع دبي عند صاحبي واخوي ناجي، ناجي الخاق، بقدم له احلى التحيه، اطلع عنده على دبي اصور معاه وارجع على اليوتيوب واكسر الدنيا بصراحه. كثير بشوفك بتصور مع لورنس المنسي وناجي الخاق، كيف تعرفت عليهم؟ بصراحه انا ناجي بعرفه من 2007 تمام، بلشت التصوير بال 2016 سناب شات فيسبوك، فهمت علي؟ في فيديو انتشر لنا على الفيسبوك، على الواتساب، على وين ما كان، من عاد تيك توك، تيك توك لسه ما كان موجود، فهمت علي؟ انتشر على سناب شات، هون 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 انتشر كثير كثير. هنا قرر ناجي انه يفتح قناه يوتيوب، فتحنا قناه يوتيوب على حسب طلب الناس، ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، خلال شهر كان مسكر 100,000 ما شاء الله يوتيوب ما شاء الله. بعد هيك بلشنا نشتغل 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 فلوقات فلوقات فلوقات. ما كان معي تليفون أنا، كان أيامها يعني من مرة ما معي تليفون، أجا ناجي جاب لي تليفون، قال لي هذا تليفون لك، نزل انستغرام. خلينا أول شيء أنزل انستغرام، ما شاء الله بيوم واحد وصلني 80,000 عفوا بيوم، يعني بنفس اليوم نشر لي جماعة حسن. كانت شعبيتك واصلة؟ كانت شعبيتي معاه واصلة، فهمت علي؟ بعد هيك ضلوا وراي بس فتح لي قناة يوتيوب، فعليا فتح لي قناة يوتيوب، جاب لي لابتوب، جاب لي الدنيا كلها وشغلني، قال لي قول يا رب اشتغل خلص هاي قناتك. هيك تعرفك مع ناجي. طيب تعرفك مع لورنس؟ لورنس والله حبيبي، هذا الإنسان كمان وقف معي وقفة يعني بصراحة ما بنساها. مرة أنا دخلت مع لورنس كان عندي 210,000 على انستغرام، بشهر ما شاء الله خلاهم 430,000-440,000 من اللايفات. من اللايفات نعم، فهذا صحيح. بوضح لك شغلة، ناس كثير من المشاهير بتحكي إنه اللايفات فيك. تعال لورنس تمام، لورنس شوفي بحكي لك شغلة، يعني أنا مستعد أحلف إنه مش فيك، مستعد والله قسما بالله بحلف. طب شوفي بحكي لك شغلة، لو إنه فيك، لو فيك إيه بوصل انا باليوم، برتفع كل يوم برتفع 30,000-40,000؟ لا. ليه؟ لانه تفاعل، الناس بتفوت بتعمل فولو صح؟ تمام. لورنس كان يفوت لايفات، كان يفوت لايفات قسما بالله ما بزعل عليك، الناس مثلا عندها موهبه ما عندها غير 1000 بجوز 2000 يطلعها، يسمع صوتها، يسمع صوت الموهبه، يغني، بيقرا قران، كل شيء بيسمع. ووصلت يعني لايفاتك مع لورنس حسن لأرقام هائلة، عم نحكي 100,000، هذا رقم كتير كبير على الانستغرام. تمام. شو بتعتقد سبب نجاح هدول اللايفات؟ أنا بحكي لك ليش. الحمد لله 400 موجودة العفوية،
موجودة طيبة القلب الحمد لله رب العالمين ومضاف من جوا تمام. ف وغير هيك ما في كان إشي مرتب له من مرة من مرة ولا أيات لايف قسما بالله مرتب له من مرة، فهمت علي؟ إلا إذا مثلا بكرة والله بدي أجي مثلا بدي أجيب لك بدلة مرتبة قدام اللايف كان تمام، بكرة بدنا نستنونا في مثلا بدنا نجيب بدلة، بكرة والله يا جماعة بدي أصبغ شعري نصين أبيض وأحمر مثلا، فهمت علي؟ طب هل كان في تخطي مثلا لحدود حمراء أو هل كان في أشياء تنعمل ما لازم تنعمل باللايف؟ لا 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 ما في ما في زي ايش مثلا ما في من مره كله بالعكس كانت اللايفات بتجنن لحد الان الناس بتطالب باللايفات. تندم شيء على دخولك شيء لايف؟ بالعكس كثير مبسوط. طب حاليا لا عم نشوفك عم تصور مع لورنس ولا عم نشوفك عم تصور مع ناجي، هل في خلاف جوهري صار بيناتكم وهل احد الاطراف كانت هي سبب أكثر الخلاف؟ اكثر اثنين وقفوا معي بالمشكله هاي اللي انا فيها لورنس وناجي. لورنس وناجي اكثر اثنين وقفوا معي ونبهوني قالوا لي خلاص اشتغل حالك فكك من العالم ولا تطلع ستوريات وتحكي وتسوي خلص انسى عادي انسى الموضوع. طب حسن لكم مين كان ضدك؟ كثير والله ناس والله فوق ال 15 واحد. فوق ال 15 واحد كل اللي كانوا على الزاويه هون هم بيعرفوا حالهم. كل اللي كانوا على الزاويه بدنا نرجع نراجع الفيديوهات ونشوف مين اللي كانوا على الزاويه. شوفي والله كلهم حسيت حالك استغليت حسن؟ بصراحه استغلوني وغير هيك ضروني يعني كيف بدي احكي لك هسه هاي رزقه تمام السوشيال ميديا رزقه فهمت علي يعني هسه مثلا تيجي مثلا شركه عالميه بدها تعلن عندي ما راح تعلن من كثر التعليقات اللي نزلت شو هذا شو يصير ما راح تعلن عندي. طب تعتقد هن كانوا مستقصدين هذا الشيء او يمكن انعملت بشكل عفوي؟ بصراحه ما اتوقع الشكل عفوي، لو شكل عفوي على أقلية واحد منهم بحط منشن مثلا واحد منهم لا بس هم عصابه متفقين اوف وانكشفت بوقت الحفله سبحان الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله بحمد الله انه انكشفوا الحمد لله. مبسوطه بالحكي معك حسن بس هلا خلينا نروح للتحدي اللي بعده رح نلعب حقيقه ام جرأه ونشوف صراحتك وجرأتك. والله انا جاهز يلا وصلنا لتحدي حقيقة أم جرأة؟ خلينا نشوف قدي أنت صريح وقدي أنت جريء. شو بتحب تختار؟ جرأة من البداية؟ حلو طيب بدي أنك تدق على حدا من أصدقائك المشاهير وتطلب منه مبلغ مادي وتمثل الدور أنك أنت واقع بمشكلة، خلينا نشوف قدي هن كفو. تمام إسعين خبرنا بس على مين رح تدق. محمد مروان عمر والله هذا راح يجيب العيد بس لازم أرن عليه. شو تعتقد هو كفو أو لا؟ بصراحة لا هم كفو بصراحة كل أصحابي كفو والله. يلا خلينا نشوف لك أهم شيء حسن لما تحكي التليفون تقربه شوي على المايك حتى نسمعك اليوم. أوكي يلا أبو علي أهو برونيلو يا كبير سعد المساء أخوي حبيبي غالي شو وينك؟ بالمحل والله. اسمع أنا كثير مخنوق عندي شغلة صارت فهمت علي؟ شو مالك؟ أجتني عملية لازم أعملها. عملية شو؟ بواسير. بتمزح أنت؟ شو بمزح يا مروان مالك؟ فضروري أعملها الأسبوع هذا تمام؟ طالبين مني عشان أنا أنت عارف وضعي طالبين مني 800 دينار فهمت طيب. علي؟ ف يعني انا عارف وضعك ف لو سمحت احكي اذا مالك مخنوق شو مالك؟ بدي 800 ليرة متى بدك اياهم؟ يعني اليوم يلا وينك انت؟ انا حاليا في صيفي بس بدي اطلع على عمان كمان ساعة تقريبا بكونوا جاهزين يا اخو ماشي حبيبي شكرا يلا أنا جايك هسه بجيك يلا تعال سلام يلا سلام يا الله شو الرفيق الكفو والله كل رفقاتي مناح والله هاي أول واحد خلص هذا خليه تمام ما تشيله تمام طيب يلا حقيقة أم جرأة؟ حقيقة جرأة كثير طلعت جرأة في ليرة على الأرض جزء لي ممكن أوكي
كثير كنت تطلع لايفات مع بنات انت ولورنس. هل تاثرت علاقتك مع زوجتك بسبب يمكن الغيره الرهيبه اللي صارت؟ مين حط السؤال هذا؟ فريق القعده يخرب بيته. اسمعي بدي اقول لك شغله، هو كان بعد اوقات تسبب مشاكل تمام، بس بنفس الوقت انا مفهمها انه هذا يعني مجال شغل. يعني هي حرام تزعل تزعل تزعل، ارضيها ترضى قلبها ابيض، فهمت علي؟ هي كانت في بعد اوقات تسبب لي مشاكل، بعد اوقات انام تحت الدرج. اوف. هالقد؟ يعني صارت خناقه كبيره فينا نقول. في خناقات كانت. طب ليه ما وقفت؟ ايش اوقف؟ توقف اللايفات؟ ما بزبط، لانه انا ما بعمل شيء غلط، عفوا. يعني بطلع لايف ما بعمل شيء غلط. تدت بيناتكم. طيب خلينا نروح هلا للتحدي اللي بعده، احرف مخربطه، ونشوف قديش انت سريع بتجميع الاحرف. يلا. هنلعب هلا لعبه احرف مخربطه. خلينا نشوف قديشك سريع بتجميع الاحرف، ومعك 10 ثواني بس لتطلع الكلمه، وكل كلمه بدي اسالك عليها سؤال. يلا. جاهز؟ جاهز. يلا نبلش. بتبلش من الصاد. بتبلش من الصاد؟ صدمة. صدمة. خبرنا عن صدمة أكلتها بحياتك. صدمة، موقف، شي صار. صدمة بصراحة هي لما الله يرحمه وادعوا له كلكم بالله عليكم، لما وفاة عبود العمري. الله يرحمه. هاي كانت صدمة للجميع. الله يرحمه يا رب. الله يرحمه. طيب الكلمة الثانية. هلا هاي الكلمة بتزبط أكثر من كلمة. هاي لحم. هسا شوفي أنا شايفها لحم. لحم وحدة بس وهي مو لحم. بتبلش من الحاء بسرعة. حاء. حمل. لا حاء. حلم. حلم حلم. حلم. أوكي لحات على آخر شيء. شو حلمك؟ حلمي؟ إيه. بصراحة حلمي إنه أصير جد بحكي هيك كده أقول لك، يعني حلمي والله حلم بسيط. أنا خبرنا عنه. بيت، محل، إشي بسيط يعني. حلم عادي، حلم أي إنسان، مش حلم والله. تفتح مشروعك الخاص؟ أفتح مشروع. نعم والله. شو ببالك مشروع؟ بصراحة أنا كنت زمان زماناتي أشتغل ألبسة، فهي الشغلة بحبها كثير. وغير هيك إنه لما أفتح ألبسة ستاتي أنا ما بوصله، أنا قاعد بتاه ممنوع اوصل. ان شاء الله يلا يا رب تفتح مشروعك الخاص. امين يا رب. امين. الكلمه اللي بعدها بتبلش من الصاد. صداقه. صداقه. برافو. هل عن جد في صداقه على السوشيال ميديا ام هي فقط نفاق ومصالح مشتركه؟ في صداقه. تمام. زي قبل شوي مثلا رنيت على صاحبي بالسوشيال ميديا، صاحبي قدامك والله الحمد لله رب العالمين. في والله هسه بلم كمان تليفونين ثلاث. بس النسبة الكبيرة وبطلب. بالنسبة الكبيرة لا هي النسبة خفيفة صداقة فعليا والله. طيب ننتقل للكلمة اللي بعدها. يلا. من وين بتبلش؟ من اللام. بعدين حاء. لحظة. شو أحلى لحظة عشتها بحياتك لهلا؟ لما تجوزت. ولا والأكثر لما أجاني علي. الله يخلي لك يا رب. الله يسلمك يا رب. والكلمة اللي بعدها بتبلش من التاء. تاريخ. لا. تاء. غين. تغيير. صح. كل حدا فينا بيمر بموقف بلحظة بتغير له تفكيره أو نظرته للحياة. أنت شو الشيء اللي غير لك تفكيرك؟ غير لي تفكيري؟ بصراحة ما فيش تغيير تفكيري، لانه انا اللي بيجي قدامي بسويه، فهمت علي؟ على طول. يعني مثلا ممكن موقف انت كنت حباب مع كل الاشخاص، بعدين بعد هذا الموقف بالضبط هي خلص. يعني انا كنت اول شيء بحب الكل، فهمت علي؟ صار موقف بلحظه غيرت كل شيء، فهمت علي؟ تغير موقف المسرح. هذا اكثر، يعني هذا دليل كبير، يعني غيرت كل تفكيري والله. وننتقل للكلمه اللي بعدها. من ألف صح؟ بلش؟ صح. إعلان. إعلان. برافو، طلعت اللعبة بسرعة. إعلان. هلا بلايف من لايفات لورنس هو هداك هدية أسنان. تمام.
في كثير عالم بتقول انه هاي الهديه كانت هي عباره عن اعلان وليس هديه حبيه. لا 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 شو بتقول؟ والله لا شوفي مش اعلان من مره والله كانت تمام، بالعكس بشكر لورنس وبشكر محمود درس. محمود درس متواصل مع لورنس قال له انا حاب اهديه لهذا الانسان، حبيته وحب اهديه هو وزوجته. فعليا في زرعات لحد الان شغال بزوجتي بزرع بسوي بعمل. الزلمه مش اعلان من مره والزلمه محبيه والله يعني، حتى اجيت اصور له انا بالمحل قال لي ما تصور لي، كنت اصور غصب عنه قال لي يا اخوي ما بدي منك شيء. طيب ما بتعتقد انه كان في اي ربح مادي للطرف الثالث؟ لا لا ما في، مستحيل مستحيل مستحيل، لا 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 مستحيل. لا انا يعني هذا الشيء مستبعده تماما انه الزلمه هذا انه يشتغل علي بشيء، مستحيل. لا 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 هذا اخوي مش صاحبي. طيب ننتقل للكلمه اللي بعدها. من الرياء رسالة. 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 شو رسالتك من السوشيال ميديا؟ شو رسالتي؟ يعني شو الشيء اللي بتحب توصله للعالم؟ والله بحب شوف لا تثق في الناس كثير تمام. هي الرسالة اللي أنا أخذتها طبعا من أصحاب من إخواني لورنس ناجي ومحمد مروان الشباب. لا تثق في الناس كثير تمام. شوف يعني اعمل موقف، اطلب منهم شغله او اعمل اي شيء قدامهم، شوف اذا يعني على طول تخلى فانت كسبت كثير. وعن طريق منصتك عن طريق صفحتك شو بتحب توصل للعالم؟ بحب بفيديوهاتك بحب لا في شغله بدي اوصلها. معلش انا بدي اوصلها بالبرنامج. انا لما الرساله هاي ضروري 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 تمام، وراح اخذها من عندكم من هون من الفيديو وانزلها عندي على الصفحه. انا يا جماعه الخير بعتذر على اللي بدر مني تمام بالمسرح. انا اللي سويته بالمسرح قسما بالله يشهد عليه ربي، ما هو انه بدي اقل من حالي لا سمح الله. ما حدا بحب يقل من حاله، ما حدا بحب يبهدل حاله، ما حدا بحب يعمل اي شيء زي هيك تمام. انا طلعت انبسط معكم فقط لا غير، طلعت مره واحده ما حدا قال لي اطلع ما حدا قال لي انزل، طلعت لحالي دقيقه واحده تمام التمت علي الدنيا. فانا قسما بالله قسما بالله طلعتي كانت فكاهي بس انه امزح وانزل واضحك بس، طلعت رقصت دقيقه انقلبت علي الدنيا وانا بعتذر من الجميع اسف. شكرا كثير لك حسن على توضيحك، واكيد كل محبينك ما رح يفهموك غلط. الله يسلمك. وهلا خلينا ننتقل لفقره اسئله المتابعين ونشوف المتابعين شو بعتي لك اسئله. في اسئله المتابعين كمان اكيد. يلا يلا وصلتنا أسئلتكم، الأسئلة اللي بعتوها لحسن لحتى يجاوبها عليكم بفقرة أسئلة المتابعين. شغال. خلينا نشوف حسن أول سؤال وصلك. وصلك من محمد. محمد بيقول لك هل بتعتبر شهرتك أساسا نجاحك الخاص أم هي دعم من مشاهير الأردن؟ هل هي شهرتك نجاحك الخاص أم هي؟ بصراحة لا، شهرتي إنه الناس حبتني وعلى هيك. تمام. ثاني سؤال. بتشكر محمد طبعا، انا اسف مقاطع حديثك محمد، يسعد مساك وبتشكرك حبيبي. ثاني سؤال عن يا من ساره بتقول لك هل السوشيال ميديا ضرتك بعملك ام فادتك بكل صراحه؟ شوفي اول شيء يسعد مساك ساره ويسعد كل اوقاتك. بصراحه ساره هي نص نص تمام، فادتني بالبدايه بس بالنهايه صارت عندي شويه مشاكل فضرتني. اوكي والسؤال اللي بعده عن يا من رامي بيقول لك لو رجع فيك الزمن شو هي الخطوة اللي ما بتعملها؟ شو هي الخطوة اللي ما بعملها؟ من رامي السؤال. أول شيء رامي يسعد مساك ويسعد كل أوقاتك حبيب قلبي، I love you so much كزن. شوف كزن بدي أقول لك شغلة، لو رجع في الزمن ممكن أنه أدرس يعني كملت دراسي. طيب حسن سؤال من عندي كثير بتقول كلمة كزن. ليش بتلقب متابعينك بكزن؟ كزن انه بحبه يعني، كزن هي معناها ابن عمي ابن خالي زي هيك يعني قريب يعني إلي. حلو كثير. الله يسلمك. طيب حسن شكرا كثير لك لتواجدك معنا اليوم، كثير انبسطنا فيك. وانا كمان والله شكرا لكم وما شاء الله عليكم، وبتشكر كثير 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 بتشكركم على الاستضافة. تسلم. على راس شكرا لكم. وانا هيك بتشكركم، انتظرونا بحلقة جديدة من برنامج جود نيوز مع ضيوف جداد.